ما هو الحيوان الذي عندما يموت لا يتم دفنه إلا بحضور الشرطة؟ ولماذا؟ هناك أسباب عديدة لدفن الضبع في وجود الشرطة وبمحضر قضائي وهيئة. أن ثمن جلد الضبع قد يصل إلى 50,000 دولار لأنه يستعمل لتهريب المخدرات، حيث أن أشعة الماسح الضوئي لا تخترق جلده. كذلك أجزاء من المخ تستخدم في السحر الأسود، لذلك هو مطلوب من السحرة وبكثرة. كما يقال أن الترياق أو الإكسير المستخرج من عصارة مخه يؤدي إلى الجنون التام وللأبد. بول الضبع أو جلده أكثر شيء تخافه الكلاب، أما الحمار فيموت من شدة الخوف عندما يشعر باقترابه منه. يطلق رائحة تؤثر على المخ تجعلك تتبعه دون إرادتك ويقوم بقتلك.